يحاول من الناحية اليسرى، ما يزال يحاول سلطان، يلعب كرة عرضية وعمر يسجل هدف ثاني. عمر يؤكد الكرة الاتحادية، عمر يؤكد الثلاث نقاط الاتحادية، وينبض قلبه بحب الاتحاد، الشبل الاتحادي، الشاب الاتحادي، صاحب العشرين سنة عمر سلطان يأتي بهدف ثاني. وكأن مانويل جوزيه يقول لعمر أدخلتك بدل عبد الملك زيايا، يجب أن تسجل. والمجهود الكبير هو كان من سلطان النمري من الناحية اليسرى، مع التعب ومع نهاية الدقيقة الرابعة في الوقت بدل الضائع، يلعب كرة عرضية لصالح الاتحاد. سلطان النمري يصنع هدف ثاني للاتحاد، والتسجيل والتوقيع على هذا الهدف يأتي من الشاب عمر سلطان مهاجم فريق نادي الاتحاد، وهدف ثاني للاتحاد في الدقيقة الرابعة في الوقت بدل الضائع، ينهي به أمال فريق نادي الفيصلي ويسجل ثلاث نقاط في جعبة الاتحاديين، وست نقاط من مباراتين في بنك الدوري في دوري زين السعودي للمحترفين. كرة من فادي المبارك عالي عرضية لكنها تتخلص إلى خارج أرض الملعب، إلى ركنية ثالثة، ركنية ثالثة للفيصلي في زمن شوط المباراة الثاني. ولكن قبل التنفيذ يطلق حكم اللقاء السيد سامي النمري صافرته معلن نهاية شوط المباراة الثاني، والمباراة بفوز فريق نادي الاتحاد بهدفين مقابل لا شيء. الهدف الثاني هذه عدته عرضية كانت من سلطان النمري، وعمر سلطان يسجل في المرمى هدف ثاني لصالح الاتحاد. الاتحاد نبارك له هذه النتيجة، حظ أوفر لفريق نادي الفيصلي أيها الأعزاء، مع هذه الفرحة لحمد الصنيع مدير الكرة في فريق نادي الاتحاد.